اسماعيل، ومتشرفنا دايما في قناة الله من زمان يخليك، بوجود ده حضرتك. الشرف لي انا يا ابو حميد والله، ودي احنا في بيتنا تاني وفي اسرتنا. وعلى فكرة انا ما بقعد معاك هنا او مع اي حد بحس بحلاوة نادي الزمالك واللي احنا عملناه وبذلنا مجهود فيه، ما راحش هباء، بالعكس اجيال بتوصل اجيال بتوصل اجيال. اي نعم في فترة محذوفة مش هنفكر فيها لان بنفكر لقدام، وبنقول مجلس جديد انتخبناه كلنا وكنا وراه، وكنا ورا شخصيات محترمة جدا بتؤدي دور كبير جدا في الفترة اللي احنا فيها دي، واعتقد انهم بإذن الله سيكون النجاح من حليفهم طالما النيات سليمة، وانهم ما بيبصوش غير على المصلحة العامة لنادي الزمالك، لان هذا المجلس فيه شخصيات محترمة جدا جدا. انا بكن لها كل احترام، على رأسهم اخويا وزميلي وزميل الملاعب وزميل كل حاجة حسين لبيب، وكمان الاخ العزيز اللي بتمنى ان شاء الله في الايام الجايه يكون كادر كبير قوي قوي في الزمالك وفي المجال الرياضي، المهندس هشام نصر. ومعاهم طبعا في امانه الصندوق اخويا وابن اخويا حسام المندوق، ومش هنسى بقى هنا في ثلاثي بعتز بيهم جدا اللي هو هاني بيرزي وادهم عمرو ادهم وهاني شكري، الثلاثة دول إضافة كبيرة جدا جدا. نيجي بقى نتكلم على أحمد سليمان، ربنا يكرمه، كان يعني رايح في حتة وربنا وداه في حتة، بس هو إضافة كبيرة برضو في ناحية الكورة بإذن الله أحمد سليمان يعني. ومعاه حسين السيد الراجل الخلوق، الراجل اللي جاب لنا بطولات ما حدش خد باله منها، وأنا ما انساش يوم النهائي في آخر لحظة وكان مفروض ان نادر ينزل مكانه في ضربات الجزاء، وراح قعد على الارض وعمل نفسه انه مصاب لغايه ما نادر جهز ونزل وكسبنا بطوله افريقيا لو تفتكر 96 ايوه شوتنج ستار 96 شوتنج ستار 12/12/96. انا لغايه دلوقتي التاريخ ده فاكره لغايه دلوقتي لان ده تاريخ ما يتنسيش، كمان اللي تحت السن كمان اعضاء مجلس اداره تحت السن. لا ما شاء الله عليهم، احمد خالد ونيره حسنين ونيره ورامي رامي اسطوحي، ما شاء الله عليهم، دول بقى ذخيره للجاي. ما انساش محمد طارق، محمد طارق ده كادر يعني ربنا يكرمه ان شاء الله باذن الله. يعني انا شايف اللي موجودين كلهم كويسين قوي. الحاجه الثانيه اللي لم يوفق، وانا كنت بدعم كمان المجلس ده وبدعم الشخصيات الاخرى عشان نديهم فرصه ان يبقى في عندنا كوادر في السنين اللي جايه، وهتلاقيهم اللي ما توفقوش كلهم صغيرين في السن، فلسه المجال قدامهم. عقبالك انت كمان ما تبقى ان شاء الله في منصب قيادي جوه النادي، لان نادي الزمالك يفتقر للناحيه الاداريه ويمتاز في الناحيه الفنيه. هتلاقينا احنا في جميع الالعاب فنيا مسيطرين على كل حاجه، على الكوره، على السله، على الطايره، على اليد، على اي حاجه. النواحي الاداريه متاخرين، وتاخرنا ده جاي منين برضو؟ وعطلنا كتير في النواحي الفنيه. ليه؟ انا بدعو من هنا مجلس الاداره يدعم في انتخابات الاتحادات والمناطق والانديه والانديه كمان، يدعم ولاده. يعني افرض ان انا عندي عضو في الزمالك وعضو في الصيد، ادعمه في الصيد، لان نجاحنا نجاح مش هو نجاح في النادي وبس، لازم يبقى في علاقه بينك وبين الاتحاد والمنطقه والانديه، علاقه طيبه جدا جدا، بحيث ان انت ما تحتاج حاجه هتلاقي ناس. فبدؤون من هنا لو انت هتبص على الساحه هتلاقي ما عندناش حد فين في الاتحادات كلها، ما فيش واحد زملكاوي غير يمكن حازم امام في اتحاد الكوره، وطبعا حازم شخصيه محترمه جدا ومن الكوادر اللي برضه بنسعد بيها والكوادر. فانا بطالب برضو المجلس يدعم الناس اللي موجوده دي. وعاوز حاجه كمان، ازاي نثقفهم؟ ازاي نعمل دورات؟ يعني ندعو الزمالك يدعو في دورات اداريه ودورات فنيه ودورات تثقيفيه في النادي عشان نثقل الولاد دول في السنين اللي جايه، بحيث ان انا الاقي في كل اتحاد من الاتحادات عندي واحد من نادي الزمالك. يعني احنا بنفتخر النهارده برضو بالمهندس ياسر ادريس ان النهارده بينافس على رئاسه اللجنه الاولمبيه المصريه،
ده نجاح كبير جدا جدا لنادي الزمالك. بس انا عاوز النادي يدعم بقى، يدعم ولاده في كل الحاجات دي ويدعم العلاقه الطيبه. فهنا طب افرض انا ما عنديش حد دلوقتي يا محمد، لازم اعمل حاجه تانية. ايه هي؟ العلاقات العامه تقوم بدور اساسي في توضيد العلاقات مع الاتحادات والمناطق، ومش المناطق بقول في السله، في كل الالعاب، مش على مستوى القاهره والجيزه، لا، وعلى مستوى الجمهوريه.